بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس الحادي عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. لما ذكر الله جزاء الكافرين وأن الله سبحانه وتعالى أعد لهم النار التي وقودها الناس والحجارة، ذكر في هذه الآية جزاء المؤمنين، وهذا كثير في القرآن أن الله سبحانه يذكر آيات الوعيد وآيات الوعد بعضها إلى جانب بعض، فإذا ذكر العذاب ذكر الرحمة وذكر الجنة، إذا ذكر النار ذكر الجنة، وذلك من أجل أن لا يقنط المسلم من رحمة الله عز وجل، ولا يأمن من عذاب الله، بل يكون بين الخوف والرجاء، يخاف من النار ويرجو الجنة، حتى يحمله ذلك. إذا ذكر النار ترك المعاصي والذنوب، لأن المعاصي والذنوب هي التي تسوقه إلى النار، وإذا ذكر الجنة أكثر من الأعمال الصالحة، لأن الجنة لا تحصل إلا بالأعمال الصالحة، فيكون المؤمن دائما هكذا يخاف من عذاب الله ويرجو رحمة الله، يعمل الطاعات ويترك المعاصي والسيئات، وإذا وقع في ذنب أو في معصية تاب إلى الله عز وجل واستغفر ربه. هذا هو الحكمة في ذكر الجنة والنار دائما أو كثيرا في القرآن، من أجل أن ينتبه المسلم حينما يقرأ القرآن وتمر عليه آيات العذاب وتمر عليه آيات الرحمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن مر بآية رحمة وقف وسأل الله سبحانه وتعالى، وإذا مر بآية عذاب وقف وتعوذ من عذاب الله ومن النار. بشر الذين آمنوا، يأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يبشر المؤمنين، والبشارة هي الإخبار بخبر سار، بشارة
الإخبار بخبر يسر ويظهر أثر السرور على البشرة أي على لون الإنسان. الإنسان إذا فرح ظهر ذلك على بشرته، أسفر وجهه وظهر هذا عليه علامات السرور. وإذا جاءه خبر يسوءه فإنه يحزن ويظهر هذا على بشرته، يظهر الحزن والخوف عليه على بشرته. فمعنى قوله تعالى وبشر الذين أي أخبرهم بخبر سار يظهر أثره على بشرتهم. الذين آمنوا خاص بهم، بالذين آمنوا، البشارة لا تكون إلا البشارة بالخير، وإلا فقد يبشر الإنسان بالعذاب، لكن البشارة بالخير لا تكون إلا لأهل الإيمان. الذين آمنوا، والإيمان كما فسره أهل العلم هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. الإيمان يتكون من هذه الأمور الثلاثة: قول باللسان وذلك بذكر الله سبحانه وتعالى، فلسانه يلهج بذكر الله عز وجل، واعتقاد بالقلب يصدق قلبه بما ينطق به لسانه، وعمل بالجوارح يعني بالأعضاء، يتتحرك أعضاؤه بالأعمال الصالحة من صلاة وصيام وغير وركوع وسجود وجهاد في سبيل الله وغير ذلك من الأعمال الظاهرة، يكون عنده عمل بالقلب وعمل بالجوارح. عمل القلب هو الخوف والخشية والرجاء والرغبة والرهبة والخشية من الله، هذا عمل القلب. عمل الجوارح يكون بالأعمال الظاهرة من صلاة وصيام وحج وعمرة وصدقة وجهاد في سبيل الله وغير ذلك. فجميع المؤمن جميعه يشتغل بطاعة الله لسانه وقلبه وجوارحه، هذا هو الإيمان. ولا يكون الإيمان إلا بهذه الحقائق الثلاث. فالإيمان باللسان فقط بدون القلب هذا عمل المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فالمنافقون يقولون بألسنتهم ويعملون بجوارحهم، يصلون ويصومون ويتظاهرون بالأعمال الصالحة وينطقون بالشهادتين وبذكر الله، وإن كانوا لا يذكرون الله إلا قليلا يتظاهرون بالأشياء هذه، لكن ليس في قلوبهم إيمان ولا يقين ولا تصديق. هؤلاء هم المنافقون.
وهؤلاء في الدرك الأسفل من النار كما قال الله سبحانه وتعالى. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فالقول باللسان أو العمل بالجوارح فقط بدون يقين في القلب وبدون تصديق في القلب هذا ليس إيمانا صحيحا، وإنما هو إيمان المنافقين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين خادعون الله والذين آمنوا. هذه صفة المنافقين. وكذلك الإيمان بالقلب فقط بدون أن يعمل الإنسان بجوارحه وبدون أن ينطق بلسانه هذا ليس إيمانا. الإيمان في القلب فقط بدون نطق باللسان بالشهادتين وبدون عمل الجوارح هذا ليس إيمانا. فالكفار والمشركون يعتقدون بقلوبهم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتقدون أنه رسول الله بقلوبهم، لكنهم يأبون أن ينطقوا بألسنتهم ويعملوا بجوارحهم. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، كما قال سبحانه وتعالى فيهم أيضا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم، يعرفونه بقلوبهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فهم عندهم علم في قلوبهم أنه رسول الله كما أخبرت به بذلك كتبهم، التوراة والإنجيل الكتب التي معهم تخبرهم بأنه رسول الله، ولكن الحسد والكبر يمنعهم من أن يصرحوا بما في قلوبهم، يمنعهم الكبر، يمنعهم الحسد، فهم كفار وإن كانوا يعتقدون بقلوبهم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان بدون عمل هذا لا يسمى إيمانا. النطق باللسان والاعتقاد بالقلب لكن ترك العمل الصالح، فلا يصلي ولا يصوم لا يحج ولا يعمل شيء من الأعمال الصالحة، ولكنه في قلبه معترف وبلسانه معترف لكنه يترك الأعمال، هذا ليس بمؤمن. وهنا يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا بد من العمل، فلا إيمان بدون عمل ولا عمل بدون إيمان، لا بد من الجميع، لا بد. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لم يقل آمنوا فقط ولم يقل بشر الذين عملوا الصالحات فقط، بل قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمعوا بين الأمرين. قد يقول قائل إذا كانت الأعمال من حقيقة الإيمان وأنه لا إيمان بدون عمل، فلماذا عطف العمل على الإيمان
والعطف يقتضي المغايرة؟ فالجواب أن العطف هنا ليس للمغايرة، بل هو من عطف الخاص على العام، من عطف الخاص على العام. فالأعمال داخلة في الإيمان، داخلة في قولها الذين آمنوا، ولكنه عطف الإيمان عليها من باب التأكيد على العمل، من باب التأكيد على العمل. نص عليه لأن الكثير من الناس يتهاونون بالعمل ويقولون نحن مؤمنون، فهو ذكره لأجل التأكيد عليه ولفضيلة العمل. وقد يعطف الشيء على، قد يعطف البعض على الكل، هذا جائز في اللغة وجائز في القرآن أن يعطف البعض على الكل، بعض الشيء على كله. وذلك مثل قوله تعالى حافظوا على الصلوات، الصلاة الوسطى، صلاة العصر. لماذا عطف الصلاة الوسطى مع أنها من الصلوات؟ حافظوا على الصلوات، هذا داخل، داخلة فيه الصلاة الوسطى، لكنه عطفها من باب التأكيد والتنبيه على فضلها، على فضل الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر، لا أن صلاة العصر غير الصلوات، لا، هي منها. فكذلك العمل هنا هو من الإيمان، وعطفه عليه من باب عطف الخاص على العام للتنبيه على أهمية هذا الخاص. وكما في قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، جبريل وميكال من الملائكة، فلماذا عطفهم على الملائكة؟ هذا من عطف العام، من عطف الخاص على العام لفضيلة هذين الملكين الكريمين جبريل وميكال، فعطفهم على الملائكة مع أنهم من الملائكة، داخلون في قوله أو داخلان في قوله وملائكته، هذا من باب عطف الخاص على العام، وهذا جائز في اللغة وفي القرآن الكريم. إذن قوله تعالى آمنوا وعملوا الصالحات هو من هذا الباب، من عطف الخاص على العام للتنبيه على أهمية هذا الشيء الخاص. إن الذين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ودل هذا على أن الجنة لا تنال إلا بالإيمان والعمل الصالح، لا تنال الجنة بالتمني، إن الإنسان يتمنى الجنة ويرغب فيها ويحب الجنة لكنه لا يعمل، لا نصيب له في الجنة. الذي يريد الجنة يعمل لها، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. أراد الآخرة وسعى لها سعيها، ما يكفي أنه أراد الآخرة بدون أنه يسعى لها. الذي يريد الجنة ويحب الجنة ويرغب الجنة يعمل الأسباب التي يحصل له بها دخول الجنة، وهو العمل الصالح والإيمان بالله عز وجل. لا يدخل الإنسان الجنة بشرفه، لا يدخل الجنة بشرفه، شرف نسبه، لا يدخل الجنة بكثرة ماله، لا يدخل الجنة بكثرة أولاده، لا يدخل الجنة إلا بالعمل الصالح. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى،
إلا من آمن وعمل صالحا. فالجنة لا تنال بالتمني ولا تنال بشرف النسب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولو كان الإنسان شريف النسب، لو كان من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان ليس عنده إيمان فليس هو من أهل الجنة ومن أهل النار. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، عم الرسول، أخو أبيه، من أقرب القرابة للرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا أنزل الله فيه هذا القرآن لأنه لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، فلم ينفعه شرف نسبه وقرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم. وبلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي رضي الله عنهم وخباب بن الأرت، هؤلاء موالي، ما لهم نسب عربي، ما لهم نسب قبلي، ومع هذا صاروا من سادات أهل الجنة، من سادات الصحابة. لماذا؟ لأنهم عملوا العمل الصالح، ما ضرهم أنهم ليس لهم نسب عربي وأنهم موالي، كانوا مملوكين وأعتقوا، ما ضرهم هذا. لما آمنوا وعملوا الصالحات صاروا من سادات المهاجرين ومن سادات أهل الجنة. وما نفع أبا جهل وأبا طالب وفلان وفلان من قريش، ما نفعهم نسبهم. فالجنة لا تنال إلا بالعمل الصالح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري، أن لهم، الله جل وعلا أعد لهم جنات، سيقدمون على هذه الجنات عما قريب، وسيدخلونها ويحلون فيها أبد الآباد. أن لهم جنات، ولم يحددها، بل جنات يعني كثيرة. والجنات جمع جنة، وهي البستان الملتف بالأشجار، سمي جنة لأنه يستر من بداخله من الجنة، وهي الستر. لما جن عليه الليل يعني ستره بظلامه، فسميت الجنة جنة لأنها ذات أشجار ملتفة ظليلة تستر من بداخلها. أن لهم جنات تجري من تحتها، أي من تحت أشجارها، الأنهار، جمعت بين الخضرة وبين الأنهار، وهذا غاية البهجة والسرور. أشجار وأنهار وظل ظليل، هذا غاية البهجة والسرور. أن لهم جنات تجري من تحتها، أي من تحت أشجارها وقصورها، الأنهار، جمع نهر، وهو الماء الذي يجري دون البحر وفوق الساقية، هذا النهر، النهر دون البحر، أقل من البحر وأكثر من الساقية أو الجدول، هذا يسمى بالنهر. وأصل النهر الشق في الأرض،
الشق في الأرض هذا يسمى النهر، يجري فيه الماء، ولكن أنهار الجنة تجري بدون أخدود، تجري بدون أخدود، ما هي مثل أنهار الدنيا تمشي بأخاديد وشقوق في الأرض، لا، أنهار الجنة تمشي بدون أخاديد. أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وزيادة على ذلك فيها الرزق، جنات وأنهار وفيها الرزق الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وفيها الزوجات، أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، فيها الثمار اللذيذة الطيبة المتدنية التي لا يحتاج من يريدها إلى تعب، بل هي دانية، قطوفها دانية، تحصل لهم بدون تعب، بدون أن يصعدوا الشجر أو يتكلفوا أخذ هذه الثمار، بل هي تدنو منهم وتتدلى عليهم فيأخذونها بدون كلفة، قطوفها دانية، قطوفها يعني ثمارها دانية، أي في متناول أيديهم، كلما رزقوا منها يعني رزقهم الله من الجنة من ثمرة، ثمرة تطلق على الواحد وتطلق على الجمع، ويقال ثمرة وثمر، الجمع ثمر، وقد يقال ثمرة ويراد بها الجمع أيضا. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، فثمار الجنة متشابهة في اللون ولكنها مختلفة في الطعم والرائحة، ففيها تشابه وفيها اختلاف. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، إذا أتوا بثمرة الصباح قالوا هذا الذي يعطينا إياه في المساء، وإذا أعطوا في المساء قالوا هذا الذي يعطينا في الصباح، لتشابه الثمار في الجنة، ولكن هي في الحقيقة مختلفة في طعمها ورائحتها، وإن كانت متشابهة في لونها وشكلها. هذا قول. والقول الثاني هذا الذي رزقنا من قبل يعني في الدنيا، لأن الدنيا فيها هذه الثمار التي في الجنة، الدنيا فيها عنب، فيها نخيل، وفيها فواكه، الدنيا فيها فواكه، والجنة فيها مثل هذه الفواكه في الاسم وفي الشكل، ولكنها تختلف في الحقيقة وتختلف في اللذة وتختلف من وجه آخر أو وجوه أخرى، وإن اشتبهت في الاسم، الدنيا فيها نخيل والجنة فيها نخيل، لكن نخيل الجنة تختلف عن نخيل الدنيا، الدنيا فيها أعناب، الجنة فيها أعناب، لكن تختلف، يختلف الأعناب التي في الجنة عن الأعناب التي في الدنيا، الدنيا فيها عسل، الجنة فيها عسل، لكن ليس عسل الجنة مثل عسل الدنيا، الدنيا فيها لبن، الجنة فيها لبن،
لكن يختلف لبن الجنة عن لبن الدنيا، فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. الخمر الذي في الدنيا خبيث وضار مهلك، لكن الخمر الذي في الجنة طيب ولذيذ، من خمر لذة للشاربين لذة، أما خمر الدنيا ليس فيه لذة وإنما فيه قبح، قبح الرائحة وقبح الطعم وقبح العاقبة يؤثر على العقل. أما خمر الجنة الله جل وعلا يقول ولا لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا فيها غول يعني لا تغتال العقول مثل خمر الدنيا تسلب العقل ويصبح الخمار يصبح مخبل، خبل العقل إذا شرب خمر الجنة، لا ما فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا يصيبهم صداع مثل خمر الدنيا إذا شربها يصيبه صداع ووجع رأس، خمر الجنة لا ما فيها ذلك، فيها لذة وفيها صحة فيها قوة. وهذا معنى قوله هذا الذي رزقنا من قبل، يحسبون أنه مثل ما في الدنيا وهو ليس كذلك. ولهذا قال وأتوا به متشابها، اللي جعلهم يقولون هذا الذي رزقنا من قبل أنهم رأوه متشابها في اللون ومتشابه في الشكل، فظنوا أنه هو وهو ليس كذلك. ولهم فيها أزواج، لهم فيها أزواج جمع زوج، نساء يستمتعون بهن في الجنة من الحور العين، من الحور العين. ولهم فيها أزواج، الدنيا فيها أزواج فيها نساء الدنيا، لكن نساء الآخرة نساء الجنة مطهرة، هذا الفرق. أما نساء الدنيا فليست مطهرة لا في أخلاقها، وهي أيضا تبول وتتغوط وتتمخط ويصيبها المرض، فنساء الدنيا غير نساء الجنة، نساء الجنة مطهرات، أزواج مطهرة، مطهرة من الحيض ومن النفاس ومن البول ومن الغائط ومن الأخلاق السيئة، لأن بعض نساء الدنيا أو كثير من نساء الدنيا أخلاقهن سيئة، لكن أخلاق نساء الجنة طيبة، هذا الفرق. أيضا نساء الدنيا يهرمن ويكبرن ويمتن، نساء الجنة شباب لا يتغير ولا موت ولا مرض، خالدات مخلدات لا تتغير ولا يصيبها مرض ولا كبر ولا هرم. ولهذا قال مطهرة، ولهم فيها أزواج مطهرة. ومع هذه النعم العظيمة ما يخشون أنها تنقطع. الإنسان في الدنيا مهما أوتي من الملذات تنقطع وتزول، صاحبها يخاف أنها تروح تزول، لكن ما في الجنة من النعيم والسرور لا يزول أبدا، هم فيها خالدون يعني باقون، لا موتى ولا هرم ولا مرض ولا هم ولا حزن، ده أبد الآباد في هذا النعيم، نعيم مقيم ما يخشى فواته ولا يخشى أنه يؤخذ
الإنسان إذا كان في الدنيا وكان عنده نعمة وأموال يخشى أنه يأخذها عدوه، أنه يتسلط عليه عدو فيسلبه هذه الأموال وهذه النعم، ولذلك دائما هو على خوف، دائما يغلق الأبواب، ودائما يحمل السلاح، ودائما يتخوف على ماله ويغلق عليه أبوابه ويخاف من كل شيء يتحرك، يخشى أنه عدو وأنه لصوص. الجنة ما فيها مفتحة لهم الأبواب، ما فيها خوف، فيها أمان دائم، نعيم دائم، صحة دائمة، شباب دائم، لا يخافون الموت، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى التي في الدنيا، وهم فيها خالدون. هذا هو أعظم النعيم، أنهم لا يخافون فيها ما كانوا يخافونه في الدنيا من المنغصات والمكدرات. هذه صفة الجنة التي أعدها الله للمتقين. قارن بينها وبين النار التي قال الله فيها: وقودها الناس والحجارة، وقود اشتعل والعياذ بالله، نار دركات مظلمة محرقة فيها كل الآفات، ويأتيهم الموت من كل مكان، يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ والعياذ بالله. قارن بين هذا وهذا، فيحملك هذا على الهرب من النار، يحملك على الهرب من النار وترك الأعمال التي تورد النار. والجنة إذا سمعت وصفها حملك هذا على الشوق إليها، والعمل الصالح الذي يؤهلك بإذن الله لدخولها. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق. ويؤخذ من هذه الآية، يؤخذ من هذه الآية أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، كما يقوله أهل السنة والجماعة: آمنوا وعملوا الصالحات. ويؤخذ من هذه الآية أن الجنة لا تنال إلا بالإيمان والعمل الصالح. ويؤخذ من هذه الآية وصف الجنة، وليس وصف كل ما في الجنة. الله ذكر أشياء كثيرة من أوصاف الجنة، لكن ما أخفاه سبحانه أكثر وأكثر. ولهذا قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولا تحمله عقول الناس. ما ذكر الله كل ما في الجنة، لأنه لا تحيط به عقولهم ولا تدركه مداركهم، وإنما ذكر نموذجا مما في الجنة ليشوقهم إليها وليستعدوا لها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالإيمان والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يعيذنا وإياكم وجميع المسلمين من النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم، وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء. السؤال الأول يقول صاحبه: هل يجوز حضور الدفن في مقبرة يوجد بها ضريح، وهذا الضريح لا يتبرك به إلا في النادر؟ يجب على المسلمين
أن يزيلوا هذا الضريح ويجعلوا القبر مثل سائر القبور ليس عليه ضريح. قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. والمشرف يعني المرتفع المبني عليه بناء، يعني اهدم البناء واجعل القبر مستويا بالأرض ليس عليه بناء. فيجب على المسلمين أن يزيلوا هذه المباني وهذه القباب التي على القبور وهذه المساجد التي على القبور، يجب عليهم أن يزيلوها وأن لا يتركوا في مقابرهم مباني وأضرحة ولا في مساجدهم، هذا هو الواجب عليهم. نعم. يقول السائل: أتممت الشوط الأول في الطواف ثم انتقض وضوئي، فهل إذا ذهبت إلى بيت الخلاء ثم توضأت فهل أكمل الأشواط الستة أم ينبغي علي أن أستأنف الطواف من جديد؟ يجب أن تستأنف الطواف من جديد، لأن الأشواط الأولى بطلت بانتقاض الوضوء، مثل لو كنت تصلي وانتقض وضوءك تبطل الركعات التي ركعتها قبل، لازم تبدأ الصلاة من جديد بعد الوضوء، فكذلك الطواف. نعم. يقول السائل: هل يجوز السلام على أهل المعاصي كحلق اللحى وشرب الدخان ونحوها؟ نعم، يشرع السلام عليهم لأنهم مسلمون وما عندهم من المعاصي تناصحهم عنه. وإذا كان في ترك السلام عليهم ردعا لهم، يتوبون إذا لم تسلم عليهم، يخجلون ويتوبون، فلا مانع أنك تهجرهم حتى يتوبوا إلى الله. أما إذا كان هجرهم لا يؤثر عليهم وترك السلام عليهم لا يؤثر عليهم، هم مستمرون على ما هم عليه، فسلم عليهم لكن مع المناصحة لعل الله يهديهم. نعم. يقول السائل: دعاء الملتزم أين موقفه ومتى، وهل له دعاء محدد؟ أحسن الله إليك. الملتزم ما بين الركن الحجر الأسود إلى الباب، إلى باب الكعبة، هذا هو محل الالتزام، وليس له وقت، متى ما أردت تذهب إليه وتقف فيه وتدعو الله عز وجل، وليس له دعاء محدد، تدعو بما تيسر لك من الأدعية. نعم. يقول السائل: رجل قام بتأخير الزكاة بعد دخول الحول فهل عليه شيء؟ إن كان تأخيرها لعذر فلا بأس، ما عنده نقود وانتظر لما يجيه نقود فلا بأس، أو فيه فقير غايب ينتظره يحضر فلا بأس، إذا كان تأخير إخراجها لمصلحة ألا بأس. أما إذا كان لغير عذر فإنه لا يجوز حبس الزكاة، تأخير الزكاة من غير عذر، بل يجب المبادرة بإخراجها. نعم. يقول السائل: يقول الله تعالى: ويبعثك ربك مقاما محمودا. عسى أن يبعثك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نعم. كيف نوجه ما ورد عن السلف هو إجلاس الله عز وجل نبيه على العرش؟ هذا ورد عن الرسول، ما هو عن السلف، هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من إكرام الرسول صلى الله عليه وسلم وإظهار شرف الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأمور التي تحصل للرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، إظهارا لشرفه، يبعثه الله مقاما محمودا، هذه الشفاعة العامة لأهل المحشر، لأن يحاسبهم الله ويريحهم من المحشر، هذا المقام المحمود، يشفع الرسول بإذن الله، يستأذن من ربه ويسجد، يخر ساجد بين يدي ربه حتى يقال له: ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع، ثم يشفع في أهل المحشر في أن يفصل الله بينهم ويريحهم من المحشر، من الوقوف في المحشر، ف
فيحمده على هذا الأولون والآخرون على هذا المقام وهذه الشفاعة. وأما إجلاسه على العرش هذا كرامة ثانية للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا إكرام آخر للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول السائل: المرأة الصالحة والزوج الصالح إذا أدخل الجنة هل تعتبر زوجته، وهل يرجع عنها التغوط والتبول والحيض إلى آخره؟ وهل إيش؟ قال: المرأة الصالحة والزوج الصالح إذا أدخل الجنة هل تعتبر زوجته، وهل يرجع عنها التغوط والتبول والحيض إلى آخره؟ نعم، المرأة الصالحة تعود في الجنة بكرا شابة، كما قال تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. هذه نساء الدنيا المؤمنات في الجنة يدخلنها شابات جميلات، ويذهب عنهن كل ما كان في الدنيا من الأذى ومن الأوساخ ومن الحيض والنفاس، ومن يذهب هذا ويصبحن مطهرات، يصبحن مطهرات في الجنة. وجاءت امرأة عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: اسأل الله أن يدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجنة لا يدخلها عجوز. فاغتمت المرأة وحزنت، فلما رأى صلى الله عليه وسلم ما بها قال: إن المؤمنة يوم القيامة تجعل شابة تدخل الجنة، العجوز يوم القيامة تعاد شابة تدخل الجنة شابة. بين لها صلى الله عليه وسلم، قالوا: وهذا من المزح الجائز، المزح الجائز والتورية الجائزة. الرسول مزح عليها، فلما رأى منها التأثر بين لها صلى الله عليه وسلم، بين معنى لا يدخل الجنة عجوز، وأن العجوز ترد شابة عند دخول الجنة. نعم. يقول السائل: بعد صلاة الفجر وأنا صائم تشجأت فصعدت إلى فمي لقمة طعام. تجشأت فصعدت إلى فمي لقمة طعام فبلعتها متعمدا، هل فسد صيامي بذلك؟ إذا كنت جاهلا أو ناسيا الصيام فلا بأس، ما يؤثر على الصيام. أما إذا كنت عالما أن هذا لا يجوز لك، عالم أنه ما يجوز أنك تبتلعها من وقد وصلت إلى فمك، إذا كان وصل إلى فمك الجشاء وصل إلى فمك لا يجوز لك تبتلعه، فإن ابتلعته متعمدا فسد صيامك، لأن هذا بمعنى الأكل والشرب. أما إذا لم يصل إلى فمك وإنما هو لا يزال في الحلق هذا لا يؤثر، أو وصل إلى فمك وابتلعته ناسيا أو ابتلعته جاهلا بالحكم أو ابتلعته بدون اختيارك رغما عنك هذا لا يؤثر على صيامك. نعم. يقول السائل: في ظل انتشار الرذيلة في ظل الدعوة إلى تبرج المرأة وسفورها وخروجها عن حجابها وحيائها، هل لكم من نصيحة لعامة النساء للحفاظ على الحجاب الشرعي وبيان ما هو الحجاب الشرعي الصحيح؟ الحجاب الشرعي مذكور في القرآن وفي السنة، وبينه العلماء في مؤلفاتهم ورسائلهم، فما على المرأة المسلمة إلا أن تقرأ القرآن وكتب التفسير، تقرأ الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر الحجاب، وتقرأ مؤلفات العلماء عن الحجاب والستر للمرأة، عليها أن تقرأ. والأشرطة أيضا الآن تسمع أشرطة عن الحجاب وعن لباس المرأة، يعني الحجة قائمة الآن، ما لحد عذر، كل شيء موضح وكل شيء مبين. فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تلزم الحجاب وتتجنب السفور،
لأنها مؤمنة تريد دخول الجنة ولا تلتفت إلى السافرات من النساء أو الفاسقات أو الكافرات أو الخليعات، لا تلتفت إلى هؤلاء، تلتفت إلى النساء الطيبات المؤمنات، إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الصحابيات، إلى نساء المؤمنين، وتلتزم هذا الأدب الرفيع، هذا الحجاب الساتر، هذه الحشمة، هذه الكرامة. عليها أنها تقتدي بالطيبات الصالحات المؤمنات، ولا تلتفت إلى المتهتكات والفاسقات، أو تلتفت إلى دعاة الضلال ودعاة السوء الذين يزهدون في الحجاب ويرغبون في السفور، لا تلتفت إلى نعيقهم وإلى نباحهم، لأنهم مثل الكلاب، هذا نباح الكلاب، لا تلتفت إليه ولا تستمع إليه ولا تقرأ ما يكتبون، إلا إن كان هذا القراءة أو الاستماع لأجل الرد عليهم ولأجل فضح مكائدهم فلا بأس. أما أنها تستمع أو تقرأ وهي لا تحسن الرد ولا تعرف الرد فلا يجوز لها هذا، لئلا تتأثر به. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما الدليل على تقييد تفضيل الصلاة في الحرم بالفرض دون النافلة مع إطلاق النص للفظ الصلاة؟ أفيدونا أفادكم الله. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، يعني صلاة النافلة، فإن أفضل صلاة المرء في بيته، إلا المكتوبة يعني الفريضة التي تصلى في المسجد مع الجماعة. أما النافلة الأفضل أن تصلى في البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل في بيته ولم يكن يصليها في المسجد، ما يصلي في المسجد إلا الفرائض. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا طلب الطبيب من الرجل أن يأتيه بعينة من منيه، فهل يجوز الاستمناء في هذه الحالة؟ لا يجوز هذا، بالإمكان استخراج السائل بالطرق الطبية، عندهم طرق طبية يستخرجون بها السائل لتحليله بدون الاستمناء. نعم. يقول السائل: أنا رجل أسكن في بلد يعتقد أهلها وعلماؤها بأن الله سبحانه وتعالى موجود في كل مكان، وعندما جئت إلى العمرة قابلت بعض أهل السنة والجماعة وحدثتهم بما أسمع وأعتقد، فأنكروا علي وأخبروني بأنها عقيدة وحدة الوجود، وأنا الآن في حيرة من أمري، فبينوا لنا الصواب بالأدلة جزاكم الله خيرا. هذه ليست عقيدة وحدة الوجود، هذه عقيدة الحلولية، عقيدة الحلولية الذين يقولون إن الله حال في كل مكان، وهذا القول كفر، عقيدة الحلولية كفر بالله عز وجل، لأن الله جل وعلا فوق العرش وفوق السماوات عال على خلقه سبحانه وتعالى، كما في الآيات والأحاديث والفطر السليمة. فالله جل وعلا في العلو، هو العلي الأعلى، هو العلي العظيم، استوى على العرش وهو جل وعلا في السماء. أأمنتم من في السماء؟ من في السماء يعني في العلو، الله في العلو سبحانه وتعالى. ولما سأل الجارية قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لسيدها: أعتقها فإنها مؤمنة، لما قالت في السماء ما قالت الله في كل مكان، بل قالت الله في السماء. لو قالت إن الله في كل مكان لكانت كافرة والعياذ بالله. فالذي يقول إن الله في كل مكان هذا منكر لقوله تعالى استوى على العرش وقوله أأمنتم من في السماء، ومخالف لإجماع المسلمين ومخالف للفطر. الفطر حتى العوام دائما يتجهون إلى العلو، إذا سألوا الله، إذا طلبوا من الله شيء
تتجه قلوبهم وأبصارهم وأيديهم إلى السماء. ما حد قال لهم هذا، لكن فطرهم هكذا، لو هو ما تعلم، له في البادية ولا سمع شيء، إذا أراد أن يدعو يتجه إلى السماء، هذه فطرة، فطرة من الله سبحانه وتعالى، ما يلتفت يمين ولا شمال ولا يقول الله معي أو بجانبي، لا، يتوجه إلى السماء، وهو ما درس، لكن فطرته هكذا، فطره الله هكذا، فطر السليمة اللي لن تلوثها العقائد الباطلة. فهذا القول كفر والعياذ بالله، يعني معناها أن الله في كل مكان، يعني حتى في الحشوش محل قضاء الحاجة، تعالى الله عن ذلك. من يقول هذا القول؟ ما يقوله إلا كافر ملحد، نسأل الله العافية. نعم. يقول السائل: هل يجوز صلاة النافلة أو الراتبة قاعدا بغير عذر مع ذكر الدليل؟ نعم، يجوز أن الإنسان يصلي النافلة وهو جالس، إن كان له عذر فله مثل أجر القائم، وإن كان ليس له عذر فله نصف أجر القائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وكان صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل إذا كسل أو مرض كان يصلي قاعدا عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول السائل: أفيدونا جزاكم الله خيرا عن زكاة التين والعنب والزيتون والبطيخ التي تروى بمياه الأمطار؟ الخضروات التي لا تدخر، الفواكه ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في الأشياء التي تدخر، تجفف وتدخر، مثل التين، مثل العنب الذي يدخر، الزيتون الذي يدخر، هذا تجب فيه الزكاة. أما الذي يؤكل ولا يدخر، يؤكل في الحال، كالبطيخ والبقول وسائر الفواكه، هذه ليس فيها زكاة، إلا إذا كان يبيع ويشتري بهذه الأشياء، إذا كان يبيع ويشتري فإن هذه تجارة، أصبحت تجارة، تزكى زكاة تجارة، زكاة عروض التجارة. نعم. يقول السائل: هل يجوز لي إخراج زكاة الفطر عني وعن أسرتي في بلد الحرام، علما بأن أسرتي في بلدي ولم أوكل أحدا أن يخرجها عني؟ نعم، تخرج فطرة أولادك مع فطرتك في البلد الذي أنت فيه، إذا كانوا ما يخرجون هم عنهم هناك، فإنك تخرج فطرتهم مع فطرتك في البلد الذي أنت فيه، وإذا كانوا يخرجون عن أنفسهم فأخرج أنت عن نفسك وهم يخرجون عن أنفسهم في بلدهم. نعم. يقول السائل: هل مضاعفة الصلاة تخص الحرم أم تشمل مساجد مكة؟ الحرم هو ما داخل الأميال، كله يسمى الحرم، ما هو بالحرم خاص بالمسجد، الحرم كل ما كان داخل الأميال، داخل الأميال فهو الحرم، وتضاعف الصلاة فيه كله، في جميع مساجد مكة وجميع بقاع مكة، ما كان داخل الأميال فكله حرم وكله تضاعف فيه الصلاة. نعم. يقول السائل: هل تقطع المرأة صلاة الرجل وهو يصلي خلف الإمام إذا مرت من أمامه؟ لا، سترة الإمام سترة للمأموم، فإذا مرت المرأة من أمام المأموم فهذا لا يؤثر على صلاته، بدليل أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان صغيرا وكان راكبا على أتان، يعني على حمارة، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه في منى، فجاء عبد الله بن عباس راكبا على الحمارة من أمام الصف، ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على أن سترة الإمام سترة للمأموم. نعم. يقول السائل: أشتغل مع شخص ماله مختلط حرام وحلال، ما حكم الشرع في العمل معه
مع العلم بأنني لم أجد بديل. لا تشترك معه إذا كان بعض ماله حرام، إلا إن كان أنه يعزل الحرام على حدة ويشترك معك في المال الحلال فلا بأس. أما إذا كان الحرام والحلال مختلط في ماله فلا تشاركه وابتعد عنه. نعم. يقول السائل: أعيش في بلد لا يوجد فيه علماء، فهل يمكنني أن أقرأ بعض الكتب التي ألفت بعبارة وبسهولة كتفسير والفقه؟ القراءة لا بأس تقرأ، ولكن لا تعتمد على فهمك، ولا تفتي، لا تفتي الناس وتعتمد على فهمك، لأن القراءة ما هي بعلم، إنما تستفيد فقط ولا تحصل بها علم وتفتي وتحلل وتحرم، هذا لا يجوز لك بمجرد القراءة. لا بد أن تأخذ العلم عن العلماء، وإذا لم تجد علماء لا مانع أنك تقرأ في الكتب النافعة لتستفيد فقط، لا لأجل أن تفتي أو أن تقول هذا حلال وهذا حرام وتقول على الله بغير علم، ما يجوز هذا. القراءة شيء، والفتوى والتحليل والتحريم شيء آخر، لا يعرفه إلا العلماء ومن تتلمذ عليهم. أما الاستفادة والتأثر فلا مانع أنك تقرأ في الكتب المفيدة وتستفيد منها. نعم. يقول السائل: ما مدى صحة دعاء السوق؟ نعم، دعاء السوق صحيح، إن الإنسان إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة يقول: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو ضل أو أزل أو زل أو أجهل أو يجهل علي، يدعو بهذا الدعاء إذا خرج إلى السوق. نعم، ويدعو بغيره مما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.